مع بزاف ديال الحوايج كصديق كاب ك فوالا كلكان 80 عام دوز مع تقريبا 31 عام احترام الكامل كلكان كيما في كونفيونس تيلعبني وتي او ميم طون صديق يذكر على ليكيب ليكيب كيفاش غدير كيفاش غنلعبوا الخطه كيفاش هذه الكره كره بيان سور سي لونترينور لونترينور تتعرفوا تيكون ولكن الحمد لله كان مخلاق وراجل طيب لان حتى الكواري تستافدوا منه ليكيب ديال 86 تستافدوا منه الجيش الملكي وهذه الدنيا الحياه ديما قال لك يا ان فيلم الى الدوبي الى فان. انا لاعب من اللاعبين ديال الفريق الجيش الملكي اللي دربهم هاد المدرب الكبير الانسان الكبير اللي عنده قلب كبير وتتشوف هنايا من غير فريق الجيش الملكي كاينين لاعبين دوليين ديال الثمانينات وديال التسعينات وديال الالفينات وهنا باقي ناس باقيين صغار وتيجيو على فريق لانه تيعرفوه وديما كل شيء ما كاينش شي واحد غادي يقول فيه شي حاجه خايبه. عاش فواحد الحياه ضنكه في هذه السنوات الاخيره وكان تعزل ما كان كيبغي يشوف حتى شي حد لانه تحت بقى كيدق في بابه ولا كيعيط ليه ولا كيسقسي فيه وهذه كنوه دائما وكنقولها وكنعاود نكررها بجوج ديال الناس نور ديال بوالحيوي ولعبد خليفه. مشى فين غادي نمشيو كاملين مشاو يعني مخنوق ومزير بزاف. فدابا انا هذا يعني نداء اللي حس براسه بانه قصر في حق هذا السيد هذا مازال كاينين الابناء ديالو مازال عنده ولد وبنيه هنا في الرباط اللي محتاجين لهذ المساعده وما عندهم حتى شي حد ما عندهم لا عائلات يعني لان ما عندهم حتى شي حد اللي بغى يدرك الموقف يحاول يتصل بهذ الوليدات هذو الباب مازال مفتوح. كل ما يمكن يقال في هذا السيد ف يعجز اللسان عن الذكر ديالو بكل صراحه كان نعم الاب ونعم الصديق ونعم الاخ اعطى الشيء الكثير للكره المغربيه وفريق الجيش الملكي لكن مع الاسف احنا كلاعبين قدامى فرطنا في هذا السيد هذا بعد ما عانى السنوات الاخيره لا مسؤولين ولا احنا كلاعبين وطلبوا الله المغفره والثواب لهذا السيد وانا لله وانا راجعون.